لازم نستمتع بيه على قد ما نقدر لان الموضوع ما كانش سهل خالص. وانا اتمنى طبعا لرئيس النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، اتمنى انا بجد بشكرهم جدا على التكريم النهارده. انا عندي مجموعه من اللاعبين الرائعين كانوا من النادي الاهلي او حتى من بره، عندي مجموعه من اللاعبين الرائعين الممتازين هم دول اللي خلوا الحلم حقيقه في الاخر. عشان كده مبسوط جدا ان انا في وسطهم النهارده. تكريم نادي القرن النهارده النادي الاهلي بالنسبه له بيمثل له ايه؟ كي 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 كيلي اس يا استاذ، كيلي بريزنت يا استاذ. اوي bueno primero que es hoy ya todas las cosas que hemos escuchado son طبعا كل الحاجات اللي احنا سمعناها كانت جميله جدا وكانت رائعه النهارده. من اعظم الانديه الموجوده، عندهم تنظيم كبير جدا على مستوى عالي. Como قال الباشمهندس هاني هاني ابو ريدا، عندهم النادي الاهلي عنده يملك لعيبه كتيره جدا، لعيب دولي دايما في كل المنتخبات المصريه، تلاقي دايما النادي الاهلي له وجود وله حضور، اللعيبه بتاعته لهم دور كبير ودور رئيسي. فمهم جدا النادي الاهلي بالنسبه لنا ان الامور كلها انها تمشي بشكل سليم، والنادي الاهلي دايما كان داعم لينا وساند لينا دايما. المشاركة إن شاء الله في كأس العالم، جمهور منتخب مصر منتظر الكتير والكتير من مستر هيكتور كوبر وللاعبين طبعا إن شاء الله إن احنا نحقق شكل جيد جدا إن شاء الله في كأس العالم. هل ممكن كمان، عايز أسأله سؤال كمان، هل ممكن يتغير القوام بالنسبة لمنتخب مصر وهم هم نفس المجموعة اللي هيكونوا متواجدين ولا ده حسب الظروف؟ Bueno, para jugar el mundial falta casi un año. فاضل لسه سنة تقريبا على كأس العالم، فلسه كتير، فاضل حاجة كتير قوي نحن نتكلم فيها، الوقت طويل قوي لسه. Puede pasar de todo. ممكن يحصل أي حاجة في في الوقت ده. Sabemos perfectamente que عارفين كويس قوي إن دايما على حسب مستوى كل لاعب بيتم اختيار، بيتم الاختيار، التقييم اللي احنا بنعمله والاختيارات بتاعتنا. الأفضل في اللحظة الحالية هو اللي بيكون موجود على قد ما نقدر، وقت كأس العالم هنشوف مين الأنسب والأقدر الموجود. لكن لسه فاضل وقت طويل عشان نتكلم في تغييرات أو كده. الرسالة اللي حابب يقولها لجمهور مصر. يا من ساخب على الأخين تيكيتيا. Bueno, yo tengo que decirle muchísimas gracias. عايز اشكرهم طبعا، بشكر الشعب المصري كله، جماهير مصر كلها. Porque siempre han estado ان هم دايما كانوا واقفين contentas. دايما كانوا سعداء معانا في شغلنا، كانوا واقفين ورانا وورا المنتخب مصر. كان ممكن يكونوا كانوا بيحبوا ان احنا نلعب بشكل افضل شويه او نكسب بطوله افريقيا مثلا، لكن دايما شفت الشعب المصري سعيد ومبسوط، وانا بمشي حتى في الشارع دايما بقابل الجماهير، الشعب البسيط الطبيعي، مبسوطين جدا وسعداء جدا بالشغل اللي احنا عملناه والمجهود اللي احنا قمنا بيه، ودايما شايفهم سعداء على الرغم ان في بعض الانتقادات اللي كانت ممكن تحصل بعض الاوقات في بعض الاوقات، لكن هو ده اقوى حاجه، ده اقوى حاجه بالنسبه لنا، دي اهم حاجه بالنسبه لنا. اشكره دي اكتر حاجه هم بيستاهلوا، هم بيستاهلوا ده. كنت يوم بكلم مع لعيبه المنتخب فبقول لهم بسالهم فقدت نهائيات كتير. بعد كده حد قال لي ممكن ربنا يكون شايل لك حاجه افضل، ممكن يكون شايل لك مفاجاه كاس العالم. اشكره وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. مش جراسيس. ده كان لقاءنا مع مستر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر. خليني اقول لكم ان معايا في هذه اللحظات ايضا